من المهرجان الذي يستمر ليومين إقامة معرض خاص بالخط من خلال عرض لوحات لفنانين من قوميات كركوك المتآخية. القط حسن حضر المهرجان وأوفانا بالتفاصيل التالية. انطلق المهرجان الأول للخط العربي والزخرفة الإسلامية بكركوك بإقامة معرض للخط العربي بمشاركة العديد من الخطاطين من جميع قوميات كركوك المتآخية. من عملنا هذا العمل غايتنا انه نوصل رسالة للمشاهد والمتلقي بانه الفن الخط هو فن يعتبر ارث حضاري ورثناه عن اجدادنا، فهذا الارث الحضاري المفروض احنا نحافظ عليه ونزيده بهاء ايضا، فان شاء الله بدنا نتفهم هذه الحالة وان شاء الله بدنا نسعى انه نخلي فن الخط والزخرفة من ارقى الفنون بسواعد الأخوة المتعلمين والأساتذة اللي بدورهم يكملون الرسالة لتعليم هذا الفن. تجسد هذا المعرض أيضا والمهرجان بتآخي كركوك من الأكراد، من التركمان، من العرب، حتى من الأخوة المسيح، عندنا لوحات بالخط السرياني. وأيضا احنا أعضاء الجمعية، أصلا أعضاء الجمعية المؤسسين للجمعية، الهيئة الإدارية، عندنا من مختلف الأديان أيضا بها. بالنسبة لي هذا اكتشاف أنه المدن أو المناطق تقاس بفنانيها، والفنان يعبر عن روح الشيء اللي يحمله في داخله، فأنا كلش سعيد بهذا الإبداع. الخط العربي له سمعة عالمية، وإن شاء الله هذا وسائل إعلام مثل وسائلكم توصل هذا الإبداع إلى أبعد مناطق في العالم. وأثني على كل القائمين على هذا المعرض، على كل اللي دعموه، على كل اللي شجعوه، وأتمنى نجاحات أخرى في كافة مجالات الفن. المشاركون في المعرض أكدوا أن اللوحات المعروضة يجسد جمالية الخط وفنونه رغم تنوع الخطوط فيما بينها. طبعا الخط والزخرفة العربية هي أحد الفنون التشكيلية المعروفة في الاختصاص الفني، وبما أنه أنا من اختصاص الفنون التشكيلية فرع الرسم، اختصاص الفن التكعيبي، الفن التكعيبي اللي نقدر نطلع من عندها مجموعة من الزخارف عن طريق التقاطع. محبتي للخط العربي جعلني أن أزخرف هذا الخط. المحبة الخاصة لكل إنسان للخط العربي اللي هو الخط الملازم للقرآن الكريم يخليك بأنه تتكرم بأنه تزخرف هذا الخط، هذا جزء من الزخارف القرآنية. طبعا هذا مهرجان كركوك الأول للخط العربي والزخرفة الإسلامية، ما شاء الله الإقبال واسع عليك جدا من قبل الخطاطين وجماهير أهل كركوك. أنا شاركت بهاي اللوحتين المتواضعتين. طبعا أنواع الخطوط هناك كثيرة، ولكن الأنواع الرئيسية هي تقريبا ستة: الثلث والنسخ والديواني والجلد الديواني، وكذلك الخط الفارسي والكوفي، وهذه الخطوط الأساسية. المهرجان يستمر ليومين متتاليين، حيث يعرض فنانو وخطاطو كركوك لوحاتهم التي تجسد العلاقة الأزلية بين شرائح كركوك وأطيافها. هلغورت حسن، فضائية كركوك. في شأن آخر، أعلنت وزارة الدفاع الاتحادية مقتل ثلاثة من أبرز قياديي مجاميع داعش الإرهابية غربي العاصمة بغداد.